معكم الطبال السحور دعي الحياني، وهذه شحال هذه مده وانا كنخدم انا ضرب الطبل السحور ان شاء الله. وكان هادشي هذا من قديم في عهد الاجداد ومن وراء الاجداد عاو كان في عهد الوالدين وشي الى يومنا هذا. وسمعنا بان اشاعه كيقولوا بان هذه حيدو الطبال السحور، فهمتي؟ انا سعدي حيدو الطبال السحور. الطبال السحور راه هو راه فيها الاجار وفيها الرحمه الوالدين وفيها بزاف الحوايج مزيانه، فهمتي؟ حنا ما كنعملوش شي حاجه خايبه، كان يعني كنعملوا واحد الحاجه اللي هي الرحمة على الوالدين على الجميع. وشنو هو الدار الطبال؟ الدار الطبال هو يعني انا كنخرج دابا حتى مع هذيك الثلاثة، كنعمل الدورة هذا واحد الدورة شرفية هذا، كنوصل للدار مع هذيك الأربعة ولا روب، هذي بجلو ما كيدم في الأربعة ونص، فهمتي؟ وحنا عندنا غير الأجر في هادشي هذا، فهمتيني؟ أنت فوقاش كتسحر قبيلة ولا كنتسحر أنا هذيك مع الأربعة كنتسحر، الأربعة وأربعة كنمشي وتولوت كنمشي للجامع. يعني الأربعة ونص كيدير بجر، إنما ما بيناتهم تمشي الفرق يلا بنادم يلا كيدور ديك الدورة هذا وكيدخل بحالو للدار يتسحر، وصافي هادي. الخروج ديما ساعة قبل ساعة؟ دايما قبل، ما كنخرجش في الوحدة ما كنخرجش في الجوج، كنخرج حتى الثلاثة مع الدورة كندور هذيك هي اللي كتجيب الساعة هي هذيك، كيجي الوقت هو هذاك، كيوصل للدار الإنسان، كيوصل للدار يعني قال كيدير كيتسحر وهذا وكيمشي للجامع إن شاء الله. فعلا انا الجلد اليوم كيقولوا ودي راه طبل فهمتي راه كيصدعهم داك الشيء، راه ما كيصدعهمش ولا شي حاجه، راه الانسان كيعمل غير واحد الواجب كيعملو، فهمتيني؟ وهادشي راه ماجي من تصورات قديم، ماشي غير اليوم عاد. ونطلب الله ما تحيدشي عاد هاد العاده هادي، فهمتي؟ وكيفاش كتعرف تسال الايام ضرب؟ فعلا قبل كان يعني كان النفار وكان الطبال وكان الغياط، فهمتي؟ الغياط كيطلع نص مع الجامع كيشفع مثلا كيهلل هادي، وملي حيدوا هاد النفار والطبال بقى الطبل دابا، ولا حيدوا الطبل ديك الساعه ما بقى والو. الناس دابا غير في كورونا الناس ما كانش غير سيمانه ما كانش الطبل، قالوا ما حسوش برمضان حتى سمعوا الطبيعه بان عرفوا بان كاين رمضان. ديك الساعة ما كان لا دخل لا خرج، فهمتي؟ الناس بداو دابا الصلاة هادي ديال التراويح قريب من الفجر إن شاء الله. ونطلبوا الله عز وجل نحافظوا على التقاليد وعلى التراث وعلى كل شيء، راه ولا حيدوا التقاليد والتراث ما بقى والو، فهمتي؟ والحاجة القديمة هي القديمة وصافي. الحاجة القديمة عمرها ما حاجة ولا مشات ما عمرها تعاود. نطلب الله يبقى هادشي هذا مستمر على طول، فهمتي؟ الى طور ربي في العمر. شحال تسير دابا في ايوا راه هادي انا دابا على اقل دابا واحد خمسة سنوات دابا، اللي انا ما واحد طبل كان هنايا ما بقاش، فهمتي؟ وجات انا في عوطو. ايوا نطلبوا الله الخير للجميع واش مبروكه ورمضان كان عادي 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 نقول نشاط عادي عادي كنخرج عادي وكندخل بحالي للدار عادي، يعني ما كاين حتى شي مشكل في هذا الشيء هذا. والعيد كتخرج ان شاء الله هي العيد، العيد ان شاء الله هي عمر الصلاه العيد هذا كنعمل واحد الدوره هذا وكندخل بحالي للمنزل، هذا الشيء اللي كاين. ايوا واش مبروكه ورمضان كريم، كل عام وانتم بخير.